السلام عليكم. كومون تي تابيل؟ وديع. وديع انت؟ يوسف. عثمان. عثمان. تاكلو فيصل. فيصل سميتي فيصل. محمد. هذا الفيديو اللي كنتوا تشوفوا فيه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. واش كاتبين فيه؟ كاتبين فيه مطبعون عرب يتجولون في سوق ميجاني ولا ميحاني يهودا بالقدس ويقدمون الدعم للمستوطنين بينما تقصف الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة. أول حاجة التيتر هذا تعود في هذا الفيديو قداهن صفحة وقداهن تويتر وقداهن بوست بنفس العنوان هكذا مطبعون عرب. هي الحقيقة مش مطبعون عرب وإنما مراركة من مملكة أمير المدمنين، نجسة من نجسات أمير المدمنين تاع مهلكة بوسبير. هادو الناس هادو راحوا الكيان الصهيوني باش يدعموه باش يطبعوا معاه ليسونسيال البحر عليهم يغرقوا ان شاء الله. انك تكتب عرب مش عرب هادو نجسه مراركه. اكتب مراركه يتجولون في سوق مش عارف كيما هكذا. انك تقول عرب، العرب من المحيط الى الخليج، من المحيط الى الخليج، هذا هو العرب. اني لكن هادو يمثلوا غير نفسهم. الحاجه الثانيه يعني الاسماء تاعهم عثمان وعمر ومحمد هندي، لكن كي تلقى هذه الاسماء هذم اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، هذو النجسه هذم بالاسامي هذو رايحين الاسرائيلي يطبعوا معاه. وهذاك محمد ولا محمد يا حبيبي يعني حتى اسمه، شوف اسمه حتى اسمه بدلو محمد. لا علينا. والثالث هذاك يهضر باسم المراريك الكل، يعني نورمالمون المراركه في ذاتهم كي يسمعوا واحد نجسه كيما هذا يهضر باسمهم يخرجوا. قال احنا هذا ما يمثلنيش انا، هذا انا مروكي بصح ما يمثلنيش، ما نطبعش مع الكيان الاخرى، هذا كيان الزبل، كيان النجسه، ما نطبعش معاه، انا ما نطبعش معاه. كي تبغي تهضر اهضر على نفسك، اهضر على باسمك انت. هذه ملاحظات على هذا الفيديو اللي انتشر، يعني الناس كل ادانت هذا الفعل هذا وهما فرحانين. اما لا حتى انتم يا مملكه بوسبير يا مواطنين مملكه امير المدمنين اخرجوا في هاشتاغ وقال هذو الناس ما يمثلوناش باش هكذا نعرفوكم بانكم ماكوش نجسه كيفهم. هذا مكان، تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.